سيارة حلفاية، سيارة بيك أب سورية الصنع والمواصفات، يرى فيها السوري سيارة متينة وسريعة وتستوفي جميع المواصفات للسير في الطرقات. مراسلتنا ديما نصيف زارت قرية حلفاية وعدت لنا هذا التقرير. بين القديم والحديث تقطع صناعة السيارات البيك أب السورية طريقها إلى أكثر من قرية سورية، هي السيارة الحلفاوية، واتخذت هذا الاسم من القرية التي تصنعها حلفاية، قرية تقبع غربي مدينة حما. وعند سؤالنا عمن يصنع هذه السيارة دلنا أحد الأهالي على محمد صخر الذي اتخذ من قبو تحت الأرض ورشة له، لأن الحلفاوية سيارة غير نظامية يجري تصنيعها بالخفاء. أول شيء مصنع الشاسي الجسر الأساسي، منركب الدفرنسي المقصات الدواليب، نقلبها على دواليبها كونها طبعا بالعكس، نقلبها على دواليبها، منجيب حديدها منصنعها من طبعا قياسات، كل قطعة إلى قياس، كل قطعة إلى شغلي، ومنركب التابلو، منركب الدركسيون، منركب الميتور، منركب الراديتير كامل، ومن ثم منطالعها من هون على البخاخ، على المنجد، على البلور. ومواصفات الحلفاوية تصنع حسب رغبة الزبون. مثلا بده يكون يوطيها، مثلا الارض يكون واطي مشان ما تقلب، يكون راكزي، بده يطول صندوقه مشان تسع بالحموله مثلا للمزارع، اللون القاعده من جوا يكون فاضي، التابلو مثلا بده يكون تابلو يكون مميز، فان او كيا او هونداي، الميتور في ميتورات مثلا 96 مسمون 96 او 97 او 98 حسب بقى الرغيب هون. وأغلب مستخدمي الحلفاوية من الفلاحين، وترى كل سيارة وكأنها تبوح بمكنون صاحبها في التعليقات المكتوبة على هيكلها والتفنن بطليها بمختلف الألوان وتجميلها بأنواع الزينة والصور، لدرجة أنها أصبحت مساحة حرة للتعبير عن مالكها. نحن بنعملها على كيفنا، على ذوق الواحد بفصلها. إيه هون نحط فيها شغلة بدنا إياها وعجبتنا ومكيفتنا. ولا تكاد تخلو الطرقات في تلك القرية منذ 20 عاما من حلفاوياتها التي يفخرون بها ويعتبرونها معينا لهم في أعمالهم الزراعية. لحنا هاي السيارة عملية جدا يعني عندنا، وبتغنينا عن السيارة، يعني هاي ما بتكلف تقريبا 150 ألف ليرة سوري، ولحنا يعني بتكفينا هاي عن السيارة وبتغنينا للأراضي الزراعية، وعملية جدا يعني وقوية. سائق الحلفاوية لا يحتاج إلى رخصة سير، ليس لأن قيادتها سهلة فحسب، بل أيضا لأنها غير مسجلة وليس لها قيود في فروع المرور والمواصلات. وتبقى السيارة الحلفاوية حالة سورية بامتياز، فهي إبداع الفقراء لاقتناء التكنولوجيا في ظل ارتفاع أسعارها وعدم تناسبها مع مدخولها من المتواضع. ديما الناصيف، روسيا اليوم، منطقة حلفاية، مدينة حما.